تعاقد فريق تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي خلفا للمدرب المؤقت فرانك لامبارد، ليعود بذلك بوكيتينو إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم من بوابة البلوز بعد 4 سنوات من إقالته في الفريق اللندني الآخر توتنهام. وبإيطاليا، لم يشفع تتويج المدرب لوتشيانو سباليتي مع فريقه نابولي بلقب سكوديتو منذ 3 عقود من غيابه عن خزائن النادي إعلان رحيله عن منصبه نهاية الموسم الجاري بسبب طلبه الحصول على راحة لسنة واحدة. وستكون مباراة نابولي المقررة على ملعبه أمام سامبدوريا يوم الأحد المقبل هي الأخيرة للفريق تحت قيادة سباليتي.